الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. مئات القتلى وآلاف الجرحى في زلزال قوي ضرب تركيا وأجزاء من سوريا، وسلطات البلدين تبحثان عن ناجين تحت الأنقاض. سوريا تناشد الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية بدعم جهودها لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر. دول عربية وغربية تعرض المساعدة على دمشق وأنقرة في عمليات البحث والإنقاذ. وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف يبحث في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين أمن الطاقة والغذاء. أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من بي بي سي تصحبكم بها سوسن صبوح. تجري عملية إنقاذ ضخمة حاليا في معظم أنحاء جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، حيث تسبب زلزال قوي قبل الفجر في مقتل وجرح المئات، بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني. قوة الزلزال تجاوزت 7 درجات على مقياس ريختر، وقد سمعت هزات ارتدادية في دول مجاورة لتركيا بينها سوريا ولبنان والعراق. هذا وقد شرعت عدة دول بإرسال مساعداتها للمنطقة المنكوبة، إذ قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إن 45 دولة أعلنت استعدادها لتقديم مساعدات عاجلة. هذا وقد ناشدت السلطات السورية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر. وقتل أكثر من 560 شخصا وأصيب المئات جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا ومركزه تركيا، وتسبب الزلزال بسقوط أبنية في عدة مدن، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية قتل أكثر من 400 شخص وأصيب المئات، وفق حصيلة جديدة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة السورية. كما أكد الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مقتل 221 شخصا وإصابة أكثر من 400، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع. معنا من دمشق مراسل بي بي سي عساف عبود، مرحبا بك عساف. مناشدة قوية وجهتها الحكومة السورية للمجتمع الدولي بمنظماته الحكومية وغير الحكومية للمساعدة، ما هي آخر حصيلة لعدد الضحايا؟ هل ما زالت كما قرأتها قبل قليل؟ لا سوسن، ازدادت الأمور وهذا متوقع، لأن من هم تحت الأنقاض ليس بالضرورة أن يكونوا أحياء، لأنهم يمكن أن يكونوا قد توفوا يعني أثناء انهيار المباني عليهم. وبالتالي آخر ما وردنا حتى الآن، راح أعطي أرقام في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة المعارضة. في مناطق سيطرة الحكومة حسب وزارة الصحة 461 قتيل، 1326 مصاب، هؤلاء تحت الأنقاض 1326، ما معروف إذا كان بينهم من توفوا أو أصيبوا أو جرحوا. بينما المعارضة تقول أنه في مناطق سيطرتها 380 قتيل وألف جريح، وبالتالي هنالك ما يقارب أكثر من 800 قتيل في كافة المناطق السورية. أكثر مناطق إصابات كانت هي في حلب 163 وفاة وحوالي 500 جريح، في اللاذقية 258 قتيل 700 جريح، في حما 31 قتيل 27 جريح. وبالتالي عمليات الإنقاذ مستمرة ضمن إمكانيات سوسن تعتبر ضعيفة بالنسبة لهذا الحجم، لأن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سوريا هكذا زلزال بهذه الضخامة وبهذا الشكل المدمر. صحيح، ولكن يعني هل أعلنت الحكومة؟
أو التي يمكن أن تصل خلال الساعات القادمة حسب ما وردنا رسميا. كان هنالك اتصال من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداد للمساعدة وإرسال فرق إنقاذ، وفعلا القوات الروسية المتواجدة في سوريا تعمل على المساعدة. هنالك 360 جندي روسي يساعدون في عملية الإنقاذ. إذن يعني أريد أن أسأل أساف، يعني هل تدخل دولة الإمارات؟ أساف لا أدري إن كنت تسمعني. اتصل بالرئيس الأسد وقدم التعزية، وهنالك يعني هل يعني أريد أن أسأل، يعني هل تدخل الجيش الآن للإنقاذ أو لإيواء الناجين؟ يعني في مثل هذه الكوارث يجب أن تكون هناك خطة عاجلة، لا يعني لا ينتظر الوقت حتى أن تصل مساعدات من الخارج. يعني هل أعلنت الحكومة السورية عن أي خطة عاجلة للإنقاذ أو لإيواء الناجين مثلا؟ هل تدخل الجيش، ذكرت الجيش الروسي، هل تدخل الجيش السوري؟ صحيح سوسن، هنالك خطة الآن. جرى اجتماع صباح اليوم برئاسة الرئيس الأسد لمجلس الوزراء ووزعت المهام، من أبرزها دخول مباشر للجيش السوري في عمليات المساعدة للأجهزة المدنية في عمليات الإنقاذ من ضمن الإمكانيات المتاحة له أكثر من غيره من المؤسسات المدنية، وبالتالي نزول الجيش في هذه العملية الإنقاذية بشكل مباشر. وضع خطة طوارئ صحية وتوزيع الأدوية على المحافظات المتضررة بشكل فوري سوسن، إقامة العديد من مراكز الإيواء وإخلاء بعض المدارس وتعطيل الجامعات حتى يمكن استيعاب إيواء من دمرت منازلهم، وبالتالي إيواءهم في أماكن، لأنهم أصبحوا في الشارع لا يوجد في ظل جو عاصف وبرودة كبيرة. هنالك تزويد مكثف لسيارات الإسعاف. هنالك محافظات سورية أخرى لم تتضرر، أرسلت كل إمكانياتها إلى المحافظات الرئيسية التي تضررت، وهي حلب، اللاذقية، طرطوس، وحماة. وبالتالي هنالك أيضا، وهذا شيء ملفت جدا، تم اتخاذ قرار للبحث في عملية السدود المنتشرة في سوريا سوسن، لبحث خوفا من عمليات تصدع، لأن ذلك نعم قد يؤدي إلى إشكالات كبيرة وكوارث جديدة. وبالتالي هنالك وزارة الموارد المائية كلفت بإجراء مسح نعم للسدود المائية في سوريا، يخشى أن يكون قد تصدع نعم بعضها شكراً نتيجة لهذا الزلزال. شكراً عساف. غرف عمليات توزع وزراء الحكومة على كافة محافظات للمتابعة في هذا الاتجاه. شكراً لك عساف عبود مراسل بي بي سي، كنت معنا من دمشق. ومعنا من دمشق خالد عرقسوسي الأمير العام للهلال الأحمر السوري، مرحبا بك سيد خالد. يعني ربما السؤال الأول يعني الذي يتبادر إلى ذهني وهو ضروري، هل لدى الهلال الأحمر السوري إمكانيات تتناسب مع حجم هذه الكارثة؟ خلال الأزمة 12 سنة اللي ألمت بسوريا، الهلال الأحمر كان منظمة أساسية للاستجابة للأزمة السورية. توزع الهلال الأحمر عنده 12,000 متطوع بكافة المحافظات و 5,000 موظف، فالإمكانيات البشرية موجودة. منذ صباح اليوم الساعة 4:30 صباحا قامت فرق الهلال الأحمر بحلب وحماة واللاذقية ببدء بالاستجابة للأزمة الإنسانية اللي نشأت عن الزلزال. حوالي 40 فرقة إسعاف عم تشتغل سوية، هي وفرق الكوارث وفرق إدارة الجثث مشان إدارة الموضوع. مثل ما نذكر الأرقام حاليا للأسف إنه كل ما عم ترتفع الأرقام. نحن عم نوحدها مع وزارة الصحة السورية، أكثر من 500 وفاة حاليا، أكثر من 1300 مصاب، توزعوا على المشافي اللي كانت أول شيء قريبة من مراكز المحافظات، وهلأ عم نحاول نستعمل المشافي الأبعد فالأبعد، لأنه صار في ملاءة للأسف بالمشافي اللي قريبة على مكان الحدث. بتعرفي نتيجة 12 سنة
والعقوبات الموجوده، في ضعف بالنظام الصحي بسوريا، نقص بالادويه، نقص بالتجهيزات. طب لو تسمح لي ان اقاطعك، يعني ما هي المساعدات الضروريه العاجله جدا التي تحتاجونها الان؟ الأولوية القصوى هلا حاليا خلال الساعات القادمة لإخراج المصابين أو الجثث من تحت الأنقاض، لأنه الوقت محدود للمصابين إذا كان لساتهم أحياء موجودين تحت الأنقاض. هون في تحدي إنه الآليات قديمة وما في وقود نتيجة الأزمة والعقوبات الموجودة على سوريا. عم نحاول نحن والقطاع الخاص والقطاع الحكومي نستعين ونتعاون مع بعض لنلاقي أي آلية رافعة تقدر نشيل فيها الأنقاض. ما هي المناطق الأكثر تضررا سيد خالد؟ ما هي المناطق الأكثر تضررا؟ أغلب من الأماكن الأكثر تضررا، لأنه الأبنية أصلا أول شيء قديمة، وثاني شيء جزء من الأبنية متضرر من وراء الأحداث والحرب اللي صارت بهذيك المناطق. حتى من 10 أيام قبل الزلزال في بناء انهار بحلب، واضطرينا نستجيب لهالموضوع هذا. فأكثر أذيات هي بحلب. باللاذقية في تحدي المسافات، لأنه هي عبارة عن قرى متباعدة وفي طبيعة جبلية، عم نضطر نقطع مسافات كبيرة كسيارات إسعاف وسيارات كوارث لموضوع الاستجابة. فتركيزنا حاليا على إزالة الأنقاض وإخراج المصابين. الأولوية الثانية هي الإيواء. الجو سيء جدا حاليا، درجات منخفضة جدا، وبالتالي لازم نلاقي ناس ما تبات تحت السماء. هلأ عم نجهز مدارس اللي تم تعيينها من كل المحافظة وتعطيلها لتستخدم لأماكن إيواء. والأولوية الثالثة هي إيجاد سلات طعام جاهزة للأكل. حاليا صعب الواحد يساوي مطبخ ميداني، بده يوم أو يومين. فهلأ في عنا سلات معلبات عم يتم توزيعها للناس المتضررين، بحيث نقدر نقاويهم أول 48 ساعة لاستيعاب هالأزمة. نعم، شكرا جزيلا لك السيد خالد أرقصوصي الأمين العام للهلال الأحمر السوري، كنت معنا من دمشق. في تركيا أعلنت السلطات مقتل أكثر من 1400 شخص من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، كما أصيب أكثر من 7000 شخص وانهار أكثر من 2000 مبنى. وأكد أردوغان أنه لا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ. ومعنا من إسطنبول بكير أتاجان، مدير معهد إسطنبول للفكر. مرحبا بك سيد أتاجان. يعني كم سيكلف هذا الزلزال لاحقا الدولة التركية من أعباء، وخاصة أن الحكومة أعلنت بعض المناطق بأنها فعلا مناطق منكوبة؟ سيدتي العزيزة، للأسف الشديد يعني هذه ضربت 10 مدن كبيرة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المدن لها مناطق وضواحي، فإذا فعلا هي منطقة جغرافية كبيرة في جنوب الشرق من تركيا. لذلك للأسف الشديد التكلفة يعني غير معروفة، ولكن أكيد سوف تكون عالية جدا جدا. وثانيا والتي أهم، يعني فقد آلاف الأشخاص في هذه الزلزال في داخل تركيا، وخاصة في المدن التي هي حدودية مع سوريا، إلى جانب المناطق التي في داخل سوريا للأسف الشديد. وأيضا هناك نسبة عالية واستمرار لبعضهم البعض، وهذه أيضا مما أدت إلى هذه الحادثة أن تكون كبيرة، وحتى استيعابها في هذا الوقت صعب جدا لأن الجو القارس والثلوج وما شابه ذلك، وأيضا المسافات المتباعدة بين بعضهم البعض، علما بأن إلى الآن 10,000 بروفيشنال دخلوا إلى هذه المناطق و7,000 مساعدين لهؤلاء، يعني 17,000، وهذه عدد كبير ولكن غير كافية. لذلك نحن نوافق ونطلب من الدول جميعا، إن كانت دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، اليونان، إسرائيل، الدول العربية، دول العالم كلها، أن تكون إلى جانبنا في هذه اللحظات الحاسمة بالنسبة لتركيا ولسوريا أيضا، والتي هي فعلا في هذا الشتاء القارس الصعب نحتاج إلى يعني للإنقاذ، نحتاج إلى
خيم، نحتاج إلى بطانيات، نحتاج إلى أدوية، نحتاج إلى يعني متطوعين للإنقاذ، وخاصة علما بأنهم تأخروا، والآن اعتبارا من هذا الصباح إلى الآن لن يأتي أي وفد إلى الآن، مع العلم أكثر من 45 تركيا دولة طالبت من تركيا أن تأتي وتساعد، ولكن هذه بقيت على الورق، ونحن نريد أن تكون بسرعة، علما بأن تركيا قالت هي على استعداد باستقبال هذه المساعدات بالسرعة لكي يعني صحيح. تكون على الأقل يعني إيجابية بالنسبة لهذا الشعب المنكوب، وخاصة في مناطق كثيرة في الجنوب وشرقي تركيا. سيدي يعني هناك يعني معلومات تم تداولها عن مباني يعني يقال يعني وصورت بأنها سقطت بالكامل، بينما مباني أخرى كانت تقف إلى جانبها يعني لم تصب بضرر بالغ لنقل، يعني كيف نفسر هذا؟ سيدتي العزيزة، منذ 1999 حيث كانت هناك زلزال كبير في تركيا في إسطنبول وبعض المدن في بحر مرمرة، فأخذت القرار تركيا الدولة بتجديد المباني القديمة، ولكن هذا السبب نجد في نفس الأحياء مباني جديدة ومباني قديمة، لأن الطلب التركي الحكومة كانت وقدمت مساعدات مادية لكي تجدد جميع المباني في جميع أنحاء تركيا، لذلك نجد بين الحين والآخر مباني قديمة ومباني حديثة في نفس المنطقة وفي نفس الشارع، ولذلك للأسف الشديد هذه المباني القديمة هي التي انهارت بهذه الزلزال الكبير التي كانت شدتها 7.8 والتي تعتبر إلى الآن بالنسبة لتركيا أكبر زلزال جاءت إلى تركيا لحد الآن. شكرا هذه جزيلاً. التي وقعت هذا الصباح للأسف الشديد. شكرا جزيلا سيد شكرا جزيلا المدير معهد إسطنبول للفكر، كنت معنا من إسطنبول. ومعنا أيضا من إسطنبول موفدة بي بي سي نسرين حاتوم. مرحبا نسرين، ما هي آخر حصيلة لعدد ضحايا هذا الزلزال في تركيا؟ أهلا سوسن، بحسب نائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي وأيضا بحسب رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، عدد القتلى حتى هذه الساعة، وهو طبعا عدد غير نهائي، 1541 قتيلا، أما عدد المصابين تجاوز 9000، هو 9733 مصابا. عدد الأبنية المنهارة سوسن حتى الآن هي 4371 مبنى، من بينها طبعا مراكز طبية، مستشفيات ومدارس، ومن هنا تم الإعلان صباحا عن تعطيل الدراسة في المناطق المنكوبة لمدة أسبوع، وقبل قليل أيضا تم الإعلان عن تعطيل الدراسة في عموم تركيا في كل البلاد حتى 13 من الشهر الجاري. أيضا وزير الدفاع التركي أعلن أن هناك 3500 شخص من الجيش التركي، إضافة إلى 17 طائرة يساعدون في عمليات الإغاثة، وأيضا تم إرسال أكثر من 100 محطة بث متنقلة للهواتف الخلوية، لأن بعض المحطات في تلك المناطق، نحن نتحدث عن 10 محافظات، بعض هذه المحطات الخلوية تم تدميرها بفعل الزلزال، وأيضا تم الإعلان عن أن هناك يعني تم تأمين مراكز إيواء للمتضررين، أيضا هناك حركة نزوح باتجاه بعض المناطق المجاورة للمناطق المنكوبة، والأهم من ذلك هو أنه تم تأكيد سلامة السدود المائية في تركيا، إذا لا خطر من موضوع السدود المائية في تركيا حتى هذه الساعة. طيب نسرين، يعني كما نرى الوقت بدأ يتأخر في تركيا والمساء دخل، هل ستستمر عمليات الإنقاذ في الليل أم أنها ستتوقف هذه الليلة؟ حتى الآن وعلى الرغم أن الليل يعني بدأ وهم يفعلون ذلك، عمليات البحث والإنقاذ مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى، ولكن العمليات مستمرة، هناك 9000 شخص يساهمون في عمليات البحث والإنقاذ، فرق الإنقاذ تضع سماعات حساسة يعني حساسة جدا لكشف أي نوع صوت يمكن أن يدلهم على وجود أحياء، يعني هناك إمكانية
ربما لإيجاد بعض الأحياء أو بعض الناجين. وطبعا يعني الأهم الآن هو إيجاد الأحياء وانتشال الضحايا من تحت الركام، من تحت الأنقاض. هناك نتحدث عن أكثر من 4000 مبنى مهدم بالكامل، منهار بالكامل. هناك يعني مباني شاهقة من 8 طوابق، من 10 طوابق، جميعها سقطت بمن فيها عائلات بالكامل قتلت، وهناك ربما ما زال هناك أحياء تحت الأنقاض. عمليات الأنقاض مستمرة، ولكن سوسن هي طبعا لن تنتهي اليوم، هي ستستمر حتى الأيام المقبلة، لأن الأعداد هائلة. نتحدث عن 10 محافظات، يعني هناك حوالي 13 مليون شخص يسكنون في هذه المناطق المنكوبة. وطبعا هذا يتطلب وقتا ويتطلب مجهودا ويتطلب مساعدة أيضا من قبل الدول التي أعربت عن رغبتها في المساعدة. شكرا. شكرا نسرين حاطوم، وفدة BBC في إسطنبول، شكرا لك. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الموافقة على إرسال مساعدة إلى سوريا بعد تلقي طلب من دمشق عبر قنوات دبلوماسية بحسب تقارير إسرائيلية. ورفض مكتب نتنياهو الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن هذه القنوات الدبلوماسية، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن طلب المساعدة جاء عبر السلطات الروسية، إلا أن مصدرا رسميا سوريا نفى أن تكون دمشق قد تقدمت بأي طلب من إلى إسرائيل فيما يتعلق بأعمال الإغاثة. معنا من القدس مراسل BBC مهند توتنجي، مرحبا بك مهند. يعني لم يفصح عن الجهة التي تقدمت بالطلب إلى إسرائيل لتقديم المساعدات إلى سوريا، ولا أيضا يعني كيف ستقدم هذه المساعدات، كيف ستصل إلى سوريا، يعني ما ملابسات هذا الأمر؟ نتنياهو في حديثه كان واضحا عندما ذكر بأن طرفا ثالثا دون الحديث عن هذا الطرف طلب منه بشكل شخصي إرسال مساعدات للجانب السوري، وقام ب يعني تنفيذ هذا الطلب، وأمر السلطات المعنية بتقديم المساعدات أو فحص إمكانية تقديم المساعدة. صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت بأن هذا الطرف هو الطرف الروسي. منطقيا يبدو أن روسيا هي الضليعة في هذا الموضوع، ولكن كما ذكرت بعض المصادر الصحفية، مثلا صحيفة معاريف نقلت عن مصادر سورية نفيها لهذا الموضوع، حتى هناك مصادر داخل الكريملين كما ذكرت صحيفة معاريف نفت هذا الموضوع وقالت بأن روسيا لم تطلب من الجانب الإسرائيلي. على أي حال، ما علمناه من مصادر خاصة في الخارجية الإسرائيلية لBBC بأنه سيتم تقديم دعم متعلق بمواد طبية، خيام لربما لإيواء الأشخاص أو الناجين من هذه الزلازل. هذا على المستوى الرسمي على ما يبدو، ولكن حتى اللحظة لا يوجد تفاصيل كيف سيتم إرسال هذا الدعم، لأنه في البداية كان الحديث يدور عن أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إرسال أي فرق إغاثة كتلك التي يعني تم إرسالها وخرجت من إسرائيل قبل دقائق للجانب التركي. نعم. والتي تضم فرق إغاثة طبية وأيضا فرق مساعدات في الإجلاء أو ما يعرف بفرق الدفاع المدني. طيب مهند، يعني قرأنا اليوم تحذيرات إسرائيلية من مراكز أبحاث بأن إسرائيل قد تتعرض أيضا لهزة أرضية قوية أو زلزال، يعني هل الإسرائيليون قلقون بهذا الخصوص؟ بالفعل منذ الإعلان عن هذه الهزة الأرضية والهزة الثانية شاهدنا بأن التركيز في إسرائيل على هذا الموضوع، سواء على مستوى الصحافة الإسرائيلية وسائل الإعلام، حتى استمعنا إلى عديد من خبراء الزلازل في إسرائيل يتحدثون بأن الجانب الإسرائيلي أيضا ليس ببعيد عن هذه الزلازل التي تجري في المنطقة، لأنهم يعتبرون بأنها كلها منطقة تقع تحت صفيح ساخن من الزلازل المتوقعة. عادة ما تشهد المنطقة كل 100 عام بالتحديد، نتحدث عن فلسطين التاريخية، هزة أرضية مدمرة. آخر هزة كانت مدمرة في عام 1927 في فلسطين التاريخية، لذلك يتوقعون بأن هذه الفترة هي فترة متوقعة أن يكون فيها زلزال مدمر. وزير الداخلية الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية وتم إقالته في حكومة نتنياهو، الآن هو طرف في هذه الحكومة خارج إطار وزاري، تحدث بأن إسرائيل غير جاهزة للسيناريو الذي جرى مع الجانب التركي، سواء من نواحي البنى
تحتية أو من نواحي السيطرة على هذه الزلازل. لذلك يتوقع الإسرائيليون بأن الزلزال القادم سيكون مدمر، وشاهدنا بأن كل الأعين تتجه إلى هذا الموضوع. لابد وأن نذكر موضوع السلطة الفلسطينية، لأن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية ذكر هذا الموضوع بأن فلسطين تشهد كل 100 عام زلزال مدمر، وقال بأنه يجب أن تتحرك المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو لبحث موضوع الحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية أسفل باحات المسجد الأقصى، وذكر بأن أي زلزال سيكون مدمر بالنسبة لباحات المسجد الأقصى. لذلك يجب على السلطات المعنية والمنظمات الدولية مراقبة هذا الموضوع الحساس. نعم، شكرا جزيلا مهند توتنجي مراسل بي بي سي، كنت معنا من القدس. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه الكبير إثر الزلزال في تركيا وسوريا، متعهدا بمساعدة أمريكية ومعلنا إعطاء الأوامر لمراقبة وتقييم الوضع في مناطق الزلازل. وقال بايدن إنه سيجري التنسيق مع الأطراف لتقديم كل المساعدات الضرورية. معنا من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جبوري، مرحبا بك رافد. يعني كيف ستقدر، ذكرت الولايات المتحدة مساعدات إلى روسيا، إلى تركيا وإلى سوريا، كيف ستقدم المساعدات الأمريكية إلى سوريا؟ يعني هل ستكون للمناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة أم المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة؟ هذا سؤال كبير، الإجابة عنه حتى الآن بصراحة غير مكتملة. يعني ما نعرفه أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة هناك منظمات تتلقى دعما دوليا، ومن ضمن هذا الدعم الدولي دعم أمريكي. لذلك كانت الإشارة واضحة في بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أن الولايات المتحدة يعني تعمل على مساعدة المنظمات الإغاثة في سوريا، وهي عاملة طبعا منذ سنوات بسبب الدمار وبسبب الحرب الأهلية في سوريا. لذلك عن هذا الطريق ستصل مساعدات، وأمريكا تتحرك فعلا لإجراء الاتصالات ويعني وضع الخطط والبدء بالمساعدات. فلذلك هذا نصف الجواب المعروف، هل ستغير أمريكا سياستها وتضع استثناء وتتعامل مع الحكومة السورية؟ هذا سؤال مفتوح، هل يبرر يعني حجم الدمار الكبير في مختلف مناطق سوريا أن تتغير السياسة الأمريكية؟ لكن حتى الآن ليست هناك أي إشارة في هذا الاتجاه سوسن. الإشارات حتى الآن الكبيرة هي عن التعاون في هذه المناطق في سوريا، ولكن عن التعاون مع تركيا لأنها شريك واضح، والحكومة التركية شريك واضح للولايات المتحدة الأمريكية، وهي طبعا في حلف الناتو. طيب هل تبين حجم أو نوعية المساعدات الممكنة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة إلى تركيا؟ الحجم لم يتبين، لكن يعني لهجة ولغة البيانات الأمريكية تتعهد بتقديم كل ما هو ممكن وبأقصى سرعة ممكنة، حتى أن الإشارة لسرعة التحرك جاءت في بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال أيضا بأن يعني الجانب الأمريكي يقول بأن المساعدات بدأت فعلا، أو التحرك نحو المساعدات قد بدأ فعلا. ماذا يعني ذلك؟ يعني اتصالات مع المنظمات التركية، مع الحكومة التركية، يعني تقديمه متوفر على الأرض أو قريبا من الأرض من الموارد الأمريكية عن طريق وكالة الإغاثة الأمريكية. لكن استذكارا لما يحفظه التاريخ، مثلا أمريكا كانت دولة متقدمة في تقديم مساعدات في زلزال عام 1999، الزلزال الشهير زلزال إزميت قرب إسطنبول. حكما على ذلك فقد تدخلت أيضا القوات المسلحة الأمريكية حين ذاك في الدفع بالمساعدات بسرعة، لكن حتى الآن، وطبعا تدخلت أيضا في تقديم فرق المساعدة في الإنقاذ وفي الانتشال. لذلك تعول يعني تركيا بالتأكيد على الشريك الأمريكي، وأمريكا أيضا تتعهد بتقديم المساعدات. حتى الآن ما هو يعني غير مكتمل، ما لم أسمعه حتى الآن، لم أسمع دورا للقوات المسلحة الأمريكية، ربما يأتي هذا في الساعات المقبلة، ولم أسمع عن اتصال مباشر بين بايدن وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. العلاقة بين الرجلين معروف بأنها ليست علاقة يعني ممتازة، لكن هذه ظروف استثنائية. بيان بايدن وبيانات الخارجية الأمريكية تتحدث عن التواصل مع الحكومة التركية، لكن بايدن لم يتحدث، على الأقل بحسب المعلن حتى الآن لم يتحدث بعد مع أردوغان. هذا لا يعني بأنه ليس هناك تنسيق، التنسيق عالي ومستمر، والتعهدات الأمريكية موجودة، لا بل أن التحرك أيضا قد بدأ فعلا نحو تقديم المساعدات. شكرا جزيلا رافد جبوري مراسل بي بي سي من واشنطن.
من الأخبار الأخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شروع اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا بعقد اجتماعاتها في العاصمة العراقية بغداد، فيما أشار إلى أن بلاده تواصل